وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح كل شيء بقدر حتى العجز والكياس، كل شيء. لاحظوا هذه كل للاستغراق وللعموم، فدخلت في هذا، دخل في هذا الخطاب المعصية داخل في قضاء الله تبارك وتعالى. ولكن هنا القصة كلها، لا يجوز لإنسان مؤمن أن يتزرع بقضاء الله وقدره فيفعل المعصية أولا ثم يقول قضاها وقدرها ربي عليها. Kita jangan sampai terus nih dalam artian bila Allah Subhanahu wa taala tak ada Tuhan.